السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخواني الأعزاء مع هذا الفيديو الجديد على قناة الهاوي. في هذا الفيديو سوف أوضح لكم من أين يتم استخراج هذه البذور، وهي بذور الشوك الأبيض أو المعروفة باسم بذور القرطم أو حبوب القرطم التي يحبها طائر الحسون، وتحبها أيضا طيور الكناري بجميع أنواعها. وهذه هي البذور المفيدة جدا لهذه الطيور، وهي التي تزيد من نسبة الدهون عند الذكر أو عند الأنثى، وتمنع أيضا الطيور من التسييل. طبعا مثل ما أنتم شايفين، سوف أحضر لكم هذه الشجرة التي قمت باستخراج هذه البذور منها حتى تتعرفون عليها. وأي شخص منكم يعرف هذه اسم هذه الشجرة في بلده، الرجاء يفيدنا في تعليق أسفل الفيديو. طبعا هذه هي الشجرة، مثل ما أنتم شايفين هذه الشجرة التي يتم استخراج البذور منها، مثل ما أنتم شايفين يعني هذه الشجرة التي يتم استخراج البذور منها، يعني مثل ما أنتم شايفين هي شوكة كلها أشواك، لا يمكن لمسها باليد، يعني صح شوك مؤلم جدا بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحسون يمكن لو وضعت هذه الشجرة عند الحسون بالداخل سوف يقطعها تقطيعا. طبعا هذه البذور يا أخوان لا يمكن تقديمها للحسون بهذه الطريقة، يجب تكسير هذه البذور أو طحن هذه البذور بشكل جيد. طبعا هذه هو هي مطحونة، لأن الحسون لا يمكنه تكسير هذه البذور، يجب أن تقوم بطحنها، وفي مكان أيضا يقوم بطحن هذه البذور. أنا رفعت فيديو بخصوص الماكينات التي تطحن هذه البذور في فيديوهات سابقة على القناة، يمكنكم الاستفادة منها. مثل ما قلت لكم هذه البذور تمنع حدوث التسييف عند الطيور وخاصة الحسون، وتقدم للحسون بشكل يومي. أما بالنسبة للكناري فهي تقدم مقدار معلقة للأنثى التي تطعم الفراخ، مقدار ملعقة صغيرة في اليوم لأنثى الكناري التي تطعم الفراخ حتى لا تزداد عندها نسبة الدهون وتنتفخ ويصير بطنها أصفر. أما بالنسبة لذكر الحسون أو لطائر الحسون بشكل عام جميع أنواعه، يمكن تقديم هذه البذور لطائر الحسون بشكل يومي، ولكن حسب الكمية المحتاجة لهذا الطائر. لا يجوز أن تضع كمية كبيرة للطائر، لأن البذور هذه البذور من الداخل بذور زيتية فهي تجف بسرعة، ومثل ما قلت لكم هذه الشوك. وهذا يا أخوان هو زوج الحسون، أيضا في فيديوهات يعني داخل القناة لأي شخص يريد أن يعرف كيف يحفز الحسون على التزاوج مع الكناري أو العكس، وكيف يتم إنتاج أيضا فراخ الهجين. كل هذا في فيديوهات داخل القناة يمكنكم الاستفادة منها إن شاء الله. ولا تنسوا يا أخوان أيضا مشاركة الفيديو لتعليم الفائدة للجميع، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في قناتنا الثانية قناة هاوبيرد، سوف تجدون رابط القناة إن شاء الله في الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا أيضا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، ولا تنسوا أيضا الإعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد. وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم وضعه في تعليق أسفل الفيديو، وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم سريعا. ولا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.